الحيرة اللي عبرت عليها واللي تقريبا هي الحاجة اللي تقريبا عبر عليها كل المنظمات وحتى المناصري الرئيس قيس سعيد. الرئيس اليوم يعني ماضي تقريبا في تنفيذ ربما مشروعه السياسي وما هوش عابئ ربما بما يفرز هالغموض هذايا في البلاد، خاصة مع أزمة اقتصادية حادة، مع أزمة مالية، مع استحقاقات مالية كبيرة، وإحنا على أبواب ميزانية 2022 ومع عدم غلقنا لحد الآن للميزانية تاع 2021. اليوم معنا ضروري أن تكون عندنا ميزانية 2021. يعني الغموض هذايا هو اللي سبب لنا هالمشاكل هذه. يعني الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ما عادش يحتمل مزيد من الغموض ومزيد من الضبابية. هو فعلا الأمر كما وصفت، هذا على فرض يكون للرئيس مشروع، لأنه لحد الآن الرئيس لم يقدم أي مشروع. أحيانا يتحدث على بعض الشعارات كمقاومة الفساد ومقاومة الفقر، ولكنه كمشروع عملي كيف نصل إلى ذلك وكيف نمارسه وبأي تشريعات، ولا كذلك قدم مشروع فيما يتعلق بالديمقراطية التونسية. معناها خرق الدستور، علق البرلمان، حل الحكومة، أفقد البلد مؤسسات، ولايات بلاش ولات، برشا إدارات بلاش مسؤولين، وما عندناش وزراء. كنا في أزمة قبل 25 جويلي، كانت أهم ملامح الأزمة أنه الحكومة ناقصة وزارات، وكنا نعمل في مجهود باش نعالجوا هالموضوع. طرح الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع حوار وطني، ساندت النهضة، طرحت الحركة حركة النهضة مشروع حوار، طرحت ياسر الأحزاب، ولكن الرئيس لم يستجب، ولذلك ما ثماش مشروع. الشعارات ما تبنيش ما تحلش مشكلات، ما تبنيش تنمية. ربما ساعات يصير نوع من الدغدغة لعواطف الناس ولأحلامها وخيالاتها، لكن الشعبوية بصفة عامة والأشياء الاستعراضية بصفة عامة تبدأ هكا، معناها في مرحلة أولى في شكل شعار وتأثر وافتتان، ولكن تنتهي بندامة، تنتهي بالفشل بصفة عامة. خلينا نشوف المسألة، البلاد واقفة. عندي أنا البلاد واقفة، خلينا نشوف المسألة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا.